اتفضلوا كلكم وقفوني طابور قدام المكتب. انا بقالي اسبوع في موال مع واحد منكم بخصوص الرجاله اللي بتشتغل في الفرن. الفرن ده مش بتاعي، لا ده بتاعكم انتم، انتم تستاهلوا كل خير، وعشان كده عملت لكم حاجه. عربون جدعنه، 10 ايام لكل واحد فيكم. ربنا يخليك يا معلم يا كريم. والعشر ايام بتوعك هيبقوا 15 يوم، عشان ده راجل صاحب عيال ولازم نقف جنبه في الزنقه. ربنا يخليك يا كريم ويديك الصحه يا سيد المعلمين. ويديك الصحه يا طنطاوي. اما اخونا قليل الاصل قال لي يا معلمه العمال دول صنف نمرود، اديني انا 15 يوم ونايمهم لك انا بكلمتين. قلت له لا، العمال دول اخواتي وحبايبي وانا عايش من خيرهم. مين النجل ده يا معلم؟ شوقي. حسابك يا شوقي العشر ايام معايا انا. واد يا شفرود. ايوه معلم. خد عم صابر وقبض الرجاله وما تنساش زي ما قلت لك. من عينيا يا معلم. استنانا يا شوقي هنا. يلا يا رجاله. يلا يلا يلا. مش عرفني. طب شوقي عامل ايه؟ انا عايش يا معلم. انت بتقفل الباب ليه يا معلم؟ هنرقص دانس يا روح امك. عيب يا معلم، انا ما غلطتش فيك وما تجيبش سيرة امي. عجلي. ما هو ادهم عروس. من دداك ددي ومن عداك عدي. صح يا واد؟ معرفش. ند ميت وهو حي. يا معلم انت عارف كويس قوي ان انا مش ند. ند شويه عليك يا خسيس يا ابن الخسيس. كام دول يا واد؟ 5 يا معلم. ودول يا واد؟ 5 يا معلم. يبقوا كام يا واد؟ يبقوا 10 يا معلم. العشرة دول بتوعك. يا معلم انا مش عايز امد ايدي عليك. الله، انت بتقلع هدومك ليه يا معلم؟ عشان اوريك هو مين المعلم. يا معلم اختشي. اختشي يا معلم. فهمني انت عايز ايه بالظبط. عاوز اوريك نار المعلم اللي بتعلم عالجلد واللحم والعظم كمان. وعشان انت طماع خد الخمسه دول والخمسه دول هيبقوا 10. يا معلم يا معلم اخد الشيطان وانا غلطان وحقك عليا. يفيد بايه يا نادم؟ صح يا واد؟ صح يا معلم. وخد العشرة دول يا نادم. روح الخسيس. انا نفسي اعرف حاجه واحده بس. الواد سفرود قبضنا 5 ايام والمعلم قايل 10. انا ما اعرفش حاجه، سيبني في حالي يا عم معروف. خلاص خد حسابه. طبعا انتوا عايزين تعرفوا ليه اخدتوا 5 ايام بدل العشر ايام اللي احنا اتفقنا عليهم. بسيطه. ايه المقابله المره دي يا داغر؟ انت امر من الموت يا داغر. داغر كده يا حاف؟ وانا اللي جاي متسربع عشان اطمن عليك يا وداد. معلش معلش يا وداد. خدي الفلوس دول، خدي. ولو اني معذور لكن قلت لنفسي يا داغر وداد احق. خد يا وداد، خد يا وداد. وداد 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 وداد. امشي اطلع بره. Somebody. Somebody.
انت ايه بس اللي خلاك تقوم السرير؟ كتر خيرك يا ولاد انك سطرتيني وحبستي على العرض. عليا نموت لا اشوفك. هاد اللي حصل يا تامر. معلش يا عود، هتعمل ايه؟ ده غير عمره ما ساب حد في حاله. بس مش كل الطير اللي يتاكل لحم. خلي بالك، ده غير ضوافره طويله قوي. هقصله ضوافر، وايديه اللي اتمدت على ابوها الشحات هقطعها له لو فكر يمدها علي. لا، انا خايفه عليك قوي، خليني جنبك. خليك انت بعيدة يا تامر. انا كمان اللي يا ترى عنده يعود ولازم اخده. لا يا تامر، لا، الكيش دعوة بيه طول ما انا موجود، والكلمة اللي اقولها ما احبش اتنيها. عارف يا عود، انت علمتني حاجة مهمة قوي في الدنيا دي. ايه هي؟ ان الواحد ما ياخدش الناس بالمظاهر. يعني ايه؟ يعني عوض ابو نص لسان يبقى لسانه طويل للدرجه دي؟ ده انا كنت اتمنى ان لساني يطول قد كده 10 مرات. حش حش، لسانك هيطول على مين يا سي عوض؟ عوض، هات لي ترمس. ترمس ايه؟ ده انا هجيب لك الدنيا كلها. لا يا اخوي، انا مش عايزه غير الترمس، تاكله لي بايدك. حاضر يا تمتي، اديني بريزه ترمس وتوصى من عيني. بالك يا عود، انا نفسي اقلع الملاي وانزل راس، الناس تتلم ونديها طبل وراس. ايوه، وانا اقف اتفرج عليك. ما تسيبها يا اخي تديها راس وخلينا ننبسط شويه. ايوه اخوي، هي تديها راس وانا اقف الم النقطه. هات هات اخويا الترمس. دوس. هات، انت بتبص ليه؟ يلا يا اخي تعالى، يلا. ما تخفيش، الراجل صدق انك هترقص. الترمس اللوز اللي بيرقص لوحده. ادي حكايتها رجاله وحكايه الشحات الله يرحمه. يا سلام، بداغل يعمل كده ويعمل اكتر، وهيعمل اكتر واكتر لو فضلنا ساكتين. وهنعمل ايه يا عوض؟ نلعبه بطريقته من غير ما يحس. كل واحد فينا لازم ياخد حقه. انا مش هسيبه، والحق عمره ما يموت لو كان وراه مطالب. وانا معاكم، بس قولوا لي اعمل ايه. وانا اتعوض، انا من ايدك دي لايدك دي، وانا قدها وقدود يا عوض. طب الفاتحه يا جدعان، ان احنا كلنا نبقى يد واحده. انا معاكم يا عوض يا ابن الشحات. عم صابر، الفاتحه. الو، مباحث التمويل. عم صابر، عم صابر، عم صابر، عم صابر، عم صابر، في ايه؟ التمويل. تمويل؟ اه. طيب انا هتصرف معاك. فين ده؟ اهو يا بيه. ميزاننا مظبوط يا سعادة البيت. مظبوط قوي قوي. مين صاحب الفرن ومين المسؤول هنا؟ المعلم عوض الشحات. معلم، معلم، حالا هجيبه لحضرتك على ما تشرب حاجة ساقعة. ملوش لزوم الحاجة ساقعة.
في كبسة تموين جوه، لقوا العيش ناقص. ايه اللي بيحصل ده يا صابر؟ مش وقت يا معلم، بعدين انا هفهمك كل حاجه. اسمع سفرود، ايوه، روح عند عبد البقال هتلاقي عوض هناك، هاته وحصلنا عليه. حاضر. على مهلك، اطلع بينا يا معلم. دي حاجة غريبة، أنا مش قادر أفهم إزاي العيش يطلع ناقص، دي حاجة عمرها ما حصلت. تصور أصل الواد سلامة ما جاش النهاردة لأجل البخت الأسود، والواد جابر هو اللي بيشتغل مطرحه، وأنت عارف جابر بقى. لكن اللي أنا عايز أفهمه مش ده المهم دلوقتي يا معلم، المهم إن أنا اتصرفت وقلت إن الفرن ده بتاع عوض، وعوض ده واد أهبل ممكن نضحك عليه بمئة جنيه ونكتبه عقد بيع الفرن من اسبوع فات ويشيل هو القضية دي، فيها غرامة 1000 جنيه وسنة سجن، وانت عارف العيون كلها على الفران ليامتي. مش مهم الالف جنيه. طب والسجن يا معلم؟ تفهم من بقك يا صابر، المعلم داغر. خلاص يا معلم ولا يهمك، احنا بس نكتب العقد للواد عشان يقدمه للمفتش. تعال يا عوض، وبعدين كله الضبط. خلى محل. اقعد يا عوض، اقعد. حرز العيش ده، امال فين صاحب الفرن؟ انا عوض الشحات صاحب الفرن. يعني انت عوض اشتريت الفرن من داغر الشهاوي؟ من اسبوع بس يا سعاده البيت، زي ما هو ثابت قدام سيادتك في العقد، في شهود ماضيين على العقد. امال ليه ما سجلتش العقد لغايه دلوقتي؟ انت عارف سيادتك ان التسجيل محتاج فلوس، وانا كنت مستني كام يوم ادبر مبلغ التسجيل واسجل على طول، لان كل اللي معايا دفعته في الفرن. طب امضي. السلام عليكم. تعال امضي وقع. اتفضل استنى بقى. دخل داغر الشهاوي. حاضر يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت داغر الشهاوي؟ المعلم داغر الشهاوي. أنت بعت الفرن لعوض الشحات؟ أصلك ما عندكش فكرة يا أستاذ، الشغلانة بقت متعبة أوي أوي. مفهوم. كل شيء اسمه نصيب. مفهوم. امضي يا معلم. أنا فين أصلاً؟ أي أوامر؟ شكراً. السلام عليكم. عليكم السلام. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم محمود العشماوي شهر حبس.